شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان والذي نظمته فرنسا والامم المتحده بمشاركه عدد من رؤساء الدول والحكومات المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان المؤتمر يهدف لحشد الدعم للبنان من قبل المجتمع الدولي في مواجهه تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وذلك على الصعيد السياسي والاقتصادي والانساني في ظل استمرار التحديات الصعبه التي يواجهها الشعب اللبناني. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده، يطيب لي ان اتوجه بالشكر لصديقي العزيز فخامه الرئيس ايمانويل ماكرون لعقد المؤتمر الثاني لدعم الشعب اللبناني الشقيق بالاشتراك مع الامم المتحده وهو المؤتمر الذي ينعقد في ظل استمرار التحديات الصعبه التي يواجهها الشعب اللبناني فضلا على انه يمثل رساله جديده من الدول الصديقه للبنان بالرغبه في العمل معه لدعم لبنان وشعبه وتعزيز امنه واستقراره ليعود مزدهرا كما كان. لقد تابعت مصر ولا تزال تداعيات حادث مرفأ بيروت على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية. وبادرت مصر منذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الفاجعة انطلاقًا من مسؤولياتها إزاء أشقائها العرب، بتقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان، وذلك من خلال جسر جوي وآخر بحري لنقل مساعدات إنسانية وغذائية ضخمة لتعويض لبنان عما فقده من مخزونه الاستراتيجي من المواد الغذائية الضرورية. وجاء هذا الدعم ليتكامل مع جهود المستشفى المصري الميداني ببيروت، والذي يقدم الخدمات الطبية يوميا للبنانيين، واستقبل منذ افتتاحه في يناير الماضي اكثر من 80 ألف حالة. ولم تقتصر جهود مصر على المساهمات الحكومية فحسب حيث شاركت المؤسسات الدينيه في تقديم الدعم للبنان فقدم كل من الازهر الشريف والكنائس المصريه عشرات الاطنان من المساعدات الغذائيه والطبيه المتنوعه كما تم ارسال مساعدات نوعيه للمساهمه في جهود اعاده تاهيل المباني التي تضررت من الانفجار ولا يفوتنا ان نشير الى ان هذه الظروف العصيبه التي يشهدها لبنان تتزامن مع ما يمر به عالمنا اليوم من ظروف استثنائيه تتمثل في الموجات المتتابعه لجائحه كورونا وما القت به من اعباء ثقيله كما وكيفا على عاتق كافه دول العالم ودول المنطقه ومن هنا فقد قدمت مصر دفعتين من الادويه لمواجهه جائحه كورونا للجانب اللبناني بما يخفف من الضغوط على الشعب اللبناني الشقيق. السيدات والسادة، قد نختلف احيانا في تقديراتنا للاوضاع في لبنان، ولكن في ظل هذه الظروف العصيبة فاننا كلنا متفقون على اهمية وقوفنا الى جانب الشعب اللبناني الشقيق. اذ لا مجال لتركه وحيدا امام تلك الصعوبات التي اجتمعت عليه متتابعة. إن التحدي الحقيقي الذي يواجه لبنان حاليا هو كيفية الخروج من الأزمة السياسية التي يعاني منها وعليه فانني أدعو جميع القادة اللبنانيين إلى إعلاء مصلحة لبنان الوطنية وتسوية الخلافات وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني للحيلولة دون الدخول في حلقة مفرغة من الأزمات المتتالية وكما يدرك المجتمع الدولي جيدا مسؤوليات تجاه لبنان فعلى كل لبناني أن يدرك أن حجم التحديات التي تواجه وطنه ولا يدخر جهدا للقيام بواجبه خاصة أن أمن لبنان واستقراره بات مهددين مجددا ومن هنا فأنه من الضروري النائي بلبنان عن التجاذبات والصراعات الإقليمية وتركيز الجهود على دعم وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية لتتمكن من الاطلاع بمسؤولياتها الوطنية في تحقيق الاستقرار بلبنان وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأؤكد من جديد أن مؤتمرنا اليوم هو رسالة لكافة السياسيين اللبنانيين بأن المجتمع الدولي على استعداد لدعم لبنان فور تشكيل حكومة جديدة من ذوي الخبره والنزاهه ومن خارج منطق المحاصصه والاستفاف السياسي وهو المطلب الذي عبرت عنه مختلف اطياف الشعب اللبناني فلا حل للازمه اللبنانيه الا عن طريق تلبيه المطالب المشروعه للشعب اللبناني الشقيق واستعاده ثقه المجتمع العربي والدولي بما يتيح استئناف الدعم للبنان وانتقاله من مرحله الدعم الانساني الى مرحله الدعم الاقتصادي السيدات والساده لا يسعني في ختام كلمتي الا ان اجدد الشكر للحكومه الفرنسيه على مبادرتها بعقد هذا المؤتمر المهم بالتنسيق مع الامم المتحده، وان اؤكد على استعداد مصر الدائم لدعم لبنان وشعبه الشقيق لمواجهه كافه التحديات، وان اعرب عن تمنياتنا لهذا البلد العزيز بان يتجاوز هذه الظروف القاسيه بوحده قادته وتماسك شعبه. ושוכרן לסדיח לפחם את רעיס מקרון